نذهب إلى السؤال رقم 11. في سؤال رقم 11 طلب منا حساب توتر المكثفة عند الشحن. توجد المكثفة عند نهاية الزمن تأجيل يصل إلى قيمة في زينة زيل في بيو كما قلناها مسبقا، أي يعني أي جهد المكثفة يساوي 8.2 فولت وهي في زينة زايد في بيو. سؤال رقم 12 طلب منا كتابة عبارة زمن تأجيل تي بدلالة او سي ومصدر جهد او والمقاومة ار وسعة المكثفة سي. نعلم أن زمن تأجيل عبارة او يعني ثابت شحن أو ثابت التفريغ في لن في فينال ناقص في إنسيال على في فينال ناقص او سي. في الدارة لدينا عند الغلق اكس ملمس اكس 11 تشحن المكثفة عبر مقاومة R فقط، ونعلم أن ثابت الشحن يساوي المقاومة المكافئة في ساعة المكثفة المكافئة، إذا طو هنا يساوي المقاومة R فاص مقاومة R في ساعة المكثفة C. ممكن تطرح بعض الأسئلة في هذه الدارة، يقول لك ما وظيفة X11؟ X11 وظيفتها إذنب الزمن التأجيل. ما وظيفة المقاومة R؟ بما أن المقاومة R متغيرة ضبط زمن التأجيل، كلما زادت الـ R زاد زمن التأجيل، وكلما قلت R قل زمن التأجيل إلى آخر. ما وظيفة الترانزستور؟ ترانزستور NPN يعمل في حالة التبديل، أي يتحكم في تغذية الوشع. بعد ما أكملنا ضوء ثابت الشحن نذهب إلى جهد في فينال. يؤول الجهد بين طرفي المكثفة أثناء الشحن إلى مصدر الجهد. في حالة الشحن المكثفة يؤول جهدها دائما إلى مصدر الجهد، أما في حالة التفريق يؤول جهد المكثفة النهائي إلى صفر فولت. وبما أن لدينا زمن الشحن هو زمن تأجيل هو زمن الشحن، إذا في فينال يؤول إلى مصدر الجهد إلى في اف يساوي او. أما بالنسبة في إنيسيال هي لحظة غلق الملمس إكس 11، يكون الجهد بين طرفي المكثفة يساوي 0 فولت، وفي النهاية وبالتعويض تي يساوي R فوا سي في لن U على U ناقص U سي. سؤال رقم 13 طلب منا حساب المقاومة R من أجل زمن تأجيل قدره T يساوي 5 ثواني. أولا نبدأ بعبارة العامة لزمن التأجيل T يساوي RC لن U على U ناقص U C، ومن بعدها نستخرج المجهول اللي هو R. في هذه الحالة R يساوي زمن التأجيل T على C لن U على U ناقص U C. بعدها يأتي تطبيق عددي أي تعويض. ركزوا على التطبيق العددي. تي يجب أن تكون وحدتها الدولية ثانية، المكثفة يجب أن تكون وحدتها الدولية فاراد، والجهود وحدتها الدولية فولت، أما الآس ستخرج بوحدة دولية اللي هي أوم، وتساوي 92,520 أوم.